هاي الثلاث تمارين مهمة كتير للكور للكور ستابيليتي و للكور اكتيفيشن فأول تمرين رح نعمله اللي هو السوت كيس كاري يعني بتمشي وانت حامل الكتلبل الايد الثانية رح تكون مستقيمة عشان التوازن والايد الاولى بتشد الكتف لورا وبتشد البطن وبتمشي شوي شوي يعني اهم شيء انه نمشي شوي شوي نحافظ على انه الكور هو اللي عماله بيشتغل على الستابيليتي وبالتمرين الثاني رح نحمل الكتلبل لفوق برضه بنفس الطريقة رح نمشي لقدام مستقيم والايد الثانية هي اللي بتخليني اتوازن ما بدك تميل لا يمين ولا شمال خصوصا اذا الكتبل كانت هيفي والتمرين الثالث هذا برضه بينفع للهاند ستاند هو تمرين كتير مهم اني ادفش الكتل لفوق على الاخر في الهواء واشد من اللاتس هلا وانت ماشي راح تلاحظ زي ما الكتف بنزل شوي لتحت بدنا نرجع نعمل بوش كامل من عضله اللاتس من عضلات الظهر